وصل معاك جوه؟ المقبره دي شفتها ازاي؟ محدش كان يعرف عنها حاجه، ده كان بيت قديم وفي ناس اشتروه عشان يفحطوا بتاعه وكلام من ده ويبنوا العماره، فاثناء ما جاب الانفار بتشتغل ظهرت الحاجه ديت، لكن ما حدش يعرف، لا صاحبي البيت يعرف ولا كان حد من المنطقه يعرف الاسر ده خالص. لما فحطوا البيت وعلى اساس يبنوا بان السرداب ده. تمام. بس كان بيت، كان بيت اول في الاول وواحد اشتراه، شارع سعد زغلول هنا 116 شارع سعد زغلول. فهو في البدايه فحط وعمل خوازيق البيوت اللي حواليه كلها، وبعد كده جه في المر الاخير وبيفحط لقى السرداب ده، لقى السرداب ده كده راح واقف على كده. ده اللي هم العمال اللي بيعملوا في العمارات. صدفه، كله ده صدفه. كل ده صدفه موجود، لان بص حضرتك هو ده بيت بيتبنى الخوازيق كلها محطوطه اهو. يعني شهادة لله، مفيش حاجه هنيه كده، شهادة لله ما حدش عنده علم لده ولا اي حاجه. في حاجه هم الناس اشتروا البيت قديم هدوه عشان يبنوا عماره. طب بلغوا بقى، هم شافوا كده بلغوا. بلغنا احنا المنطقه. بلغنا. بلغت وجت حد امبارح، وجت جه مامور اسم الجيزه امبارح، وجت ناس من المحليات. طب وفي لجنه من الاثار جم معانا؟ بس امبارح بيحطوا كشافات ما عرفوش يوصلوا، فبيقول لك في لجنه رئيسيه جايه تشوف ده سرداب كبير. ماشي كبير، ان السرداب ده ممتد ممتد جامد قوي. تمام.